وبعمل كام جلسة بلازما علشان أقدر أحس إن أنا شعري ابتدى يتحسن؟ لو على حسب تساقط الشعر بيبقى تقريبا من 4 ل6 جلسات. الوجه لو الوجه بهتان قوي بنحتاج نعمل 3 4 جلسات، كل شهر جلسه. لو مش محتاجه بس ريجوفينيشن او عندها ايفنت ومستعجله، جلسه واحده بتجيب نتيجه كويسه قوي. طب لو في حل تاني ينفع اعمله غير البلازما للشعر؟ هي الحاله اللي على الصوره اللي على الشاشه دلوقتي بتبين لنا حد عنده صلع وراثي وخلاص. انت هنا ما عملتيش بلازما؟ لا، هنا ابتدينا نلجا لحل تاني غير البلازما، وهو زراعه الشعر. ليه؟ لان هو خلاص حاله متاخره وجاي البصيلات كلها ماتت، وعنده شريحه كويسه قوي من ورا من الشعر. سوري، مش قصدي كلمه شريحه، قصدي كميه شعر كتير قوي. نقدر نكون بنسحب منه بين كل 10 شعريات ناخد شعره واحده، وبنبدا نحقن نزرع الشعر التاني في اماكن الفراغات. البصيلات بتطلع، بدل ما بتطلع شعر بتطلع 2 و3 و4، فبتديني لوك كويس خالص. بعد 3 ل6 شهور من الزراعه بتاعت الشعر بتدي نتائج هايله.